التي توصلنا إليها أو اللي وصل إليها اليوم حال الوضع الاقتصادي في الأردن، ومن ثم التطرق كونك خبير اقتصادي لطرق العلاج للخروج من هذه الأزمة. طيب تعطيني وقت قد ما اعطيتيه؟ راح اعطيك وقتك ان شاء الله، لان انا ما حكيتش الا دقيقتين. تفضل استاذ. وقربت تنتهي الحلقه. الرد الاول على سعاده النائب، موجب الماده 19 اللي ذكرتها لعام 1952 تقول، ومنطوق الماده في الدستور يقدم ديوان المحاسبه 119 اسف شويه 119. منطوق الماده 119 يقول ان تقدم ديوان، يقدم ديوان المحاسبه تقريره لمن؟ لمجلس النواب. لماذا؟ لأن مجلس النواب هو العين الرقابية للشعب على أداء الحكومة. إذن هذا المجلس أو هذه الديوان يتبع إلى مجلس النواب بداية، هذا بالنسبة لها. وتعديلات واستراتيجيات القانون لعام 2016 لغاية 2020، هذا بداية زي ما ذكر. يقول سعادة النائب بأنهم بيتحققون، بريدوا أوراق ومش أوراق حتى يحاسبوا هذه الناس. السنة الماضية دائرة مكافحة الفساد حولت لمجلس النواب 115 قضية، ولا واحدة من قضايا الفساد تم التعامل معها، كلها تم ضبها في هذه الأدراج وانتهت هذه القضايا. لم يحول معلومات غير معقول سعادتك معقول طب خلينا نكمل. سعادتك في مجلس النواب وما بتعرف انه في 115 قضية يا سيدي؟ لم يحول لمجلس النواب ولا قضية فساد. مجلس النواب هو اللي تبنى قضايا الفساد. هو مش متحقق هذه حقيقة يا عمي. هذه القانون الموضوع معناه في مجلس النواب. انا لو عارف انا بحضر كل الجلسات. انا لو بعرف بدي انا اجيب. انا بحضر كل الجلسات بغيبش يعني. قضايا ما بيجوز. لا اسمع، ما فيش ولا قضية فساد الى مجلس النواب. لا بالعكس، مجلس النواب محول قضايا فساد الى المحكمة. 115 قضية يا خليني احكي. بدي احكي يا سيدي، ماني بجاوبك بس المعلومة عشان جاوبني بس اخلص. عودة الى الموضوع سيدي الكريم، عودة الى الموضوع. خليني بالله دقيقة. اذا انتم بتتحدثوا عن قرارات وعن لجان، تشكيل لجان وتحويل من لجنة الى لجنة، يريدون إضاعة التحقيقات ومراجعة المخالفات كما ذكرها بالتفاصيل. لجنة تدرس الوضع، تقدم تقرير، تحيله إلى تقرير، إلى أن ينتهي مجلس النواب ويصير انتخابات. وهلما جرى 10 سنوات مجلس النواب ضيع على الشعب قضايا، فبناش نقول فساد، تجاوزات، لغاية الآن لم يحول أي مسؤول أو وزير أو إنسان متنفذ في هذه الدولة عن طريق مجلس النواب إلى النائب العام وتم محاكمته. إذن أنتم لا تحاربون الظلم، ولكن تقاريركم لا تحرك الضمائر. هذه خليها شعار كبير أمام مجلس النواب. أريد أن أقول شيء، أرد على السؤال. هناك مشاكل اقتصادية، من المسؤول عن إقرار هذه القوانين التي قادت إلى الهزيمة الاقتصادية؟ من هو المسؤول عن القضايا التي تم إرسالها إليكم وتم إقرارها؟ الشعب كله بيقول لك أنا لا أريد أن أدفع الضريبة. الآن تسعون إلى إقرار قانون الضريبة. هل أنت تعتبر أن إقرار قانون الضريبة اليوم ليس أولوية أستاذ محمد؟ هل تعتبر اليوم أن مهمة مجلس النواب وأيضا الحكومة بعد هذا التقرير هو تحصيل الأموال التي تم فيها هدر أموال الأموال، خاصة أن الحكومة تكاسلت عن تحصيلها، وهل هي فعلا أولوية اليوم تصويب الأوضاع بدل إقرار قانون ضريبة الدخل؟ 100%. هم الأصل عليهم، الأصل منهم أن يكون عندهم لجان خاصة تتابع القضايا ذات الاهتمام الكبير. يعني تم سرقة جرة غاز في العقبة، ما خليك معي. هو اللجان، أنا بقول لك اللجان. أنت حكيت أنت الآن حكيت أمام كل الجمهور وليشهد عليك بأنك قلت بأنه تشكلوا لجان لدراسة القضية.